أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على قناة المشاهد تي في. ولكن في البداية اسمحوا لي أن هناك الكثير من التفاعل، ونحن رهن الإشارة يعني في المواضيع التي نستقبلها، وكذلك في الاقتراحات، وكذلك في الملاحظات العامة. يعني شكرا على هذا التفاعل الجيد من طبيعة الحال، ونحن دائما رهن الإشارة، ويسعدنا أن نقدم مادة يعني مادة ثقافية وإخبارية بعمق كبير. خبر اليوم أو حلقة اليوم عن سباق التسلح بين المغرب والجزائر، إلى أين يمضي يعني هذا السباق بعد 8 سنوات؟ يعني خبر اليوم يعني عن حصيلة 8 سنوات من سباق التسلح بين المغرب والجزائر، بلغت تكلفته أكثر من 110 مليار دولار، 110 مليار دولار، يعني رقم كبير وضخم وخيالي، في ظل ما تعيشه يعني شرائح واسعة من الشعبين الجزائري والمغربي تحت عتبات الفقر. حسب الإحصائيات أن يعني أزيد من 10 ملايين بكل من المغرب والجزائر يعني الدخل ديالها لا يتعدى أقل أو دولار واحد لليوم، يعني وتعيش تحت عتبة خط الفقر، بينما الدولتين ماضيتين ساعيتين نحو مزيد من الإنفاق العسكري دون توقف، أو حتى دون أن تتأمل في هذا المشهد برمته. حسب هذه الإحصائيات، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الجزائر حافظت على الصدارة، هي الأولانية في عمليات الإنفاق العسكري منذ سنة 2012 على مستوى القارة الإفريقية في حدود 10 مليارات دولار سنويا، يليها المغرب بمعدل 3.5 مليار دولار سنويا منذ سنة 2012 كذلك، ما مجموعه يعني على المستوى التقريبي 110 مليار دولار. من طبيعة الحال مشهد كهذا يدعو للقلق، ويدعو يعني الإعلاميين والصحفيين والكتاب في المغرب والجزائر إلى التنبه إلى هذا الخطر القادم، وهذا الإنفاق الغير يعني الغير المبرر على المستوى العقلاني في ظل ما تعيشه شعوب المنطقة. منظمة ترانسبارنسي فرع المغرب قالت أن المغرب يصرف 4 ملايير دولار على ميزانية الدفاع عام 2019، وأكدت أن المغرب يستورد بشكل كبير للأسلحة، حيث تشكل الميزانية الضخمة يعني ما يقارب 3.1 من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذه الميزانية الضخمة يمكن أن تنتج عنها مخاطر مرتبطة بالفساد في قطاع الدفاع. هذه الميزانية الضخمة في الإنفاق العسكري بين المغرب والجزائر والسباق نحو التسلح يخلق وضعا مأزوما في المنطقة المغاربية، ومؤشرات غير مطمئنة بدل فتح يعني أوجه ولا نوافذ الحوار الهادئة أمام ما نراه من مآسي الفقر والهجرة ويعني البطالة
والإجحاف التي يعيشها مواطن البلدين في ظل فساد مالي وإداري ورشوة قاتلة تسيطر على قطاعات حيوية كبرى بكلا البلدين. ناقوس الخطر يعني تدقه العديد من المثقفين ومن الجمعيات ومن الإطارات الحقوقية على أن المغرب والجزائر يعني في سباقهما نحو التسلح أمر غير مطمئن، وكذلك يعني تصرف يعني مبالغ ولا بالملايير يعني تصبح يعني مع يعني تقادم يعني خردة لا أقل ولا أكثر غير قابلة للبيع ولا للشراء. لذلك يعني المزيد من عين العقل كما يقال والتطلع إلى مستقبل هذين الشعبين برؤية عقلانية بدل يعني التصميم على مزيد من الإنفاق. الخبر الثاني يعني وفي ذات السياق، تحقق المفتشية العامة للصحة يعني بالمغرب في صفقة بالملايين بجهة تطوان الحسيمة يعني في شراء يعني مستلزمات طبية قديمة بسعر التجهيزات الجديدة. الصفقة يعني عرفت كثير من الخروقات بعد شراء تجهيزات طبية عبارة عن خردة قديمة بأسعار مرتفعة. حصلت فيها الشركة المعنية بطبيعة الحال على مليارات مقابل يعني خردة لا تصلح لأي شيء كما أوردت جريدة المساء المغربية. الخبر الثالث في نفس النوازل، نوازل هدر المال العام، فقد خرج المجلس الجماعي يعني مجلس طيبي عن صمته بخصوص انهيار بناء ثانوية أو ثانوية الخليل التي يتم إنجازها فوق تراب جامعة الطيبي بنواحي القنيطرة. وكشف المجلس الجماعي أن الثانوية تأتي في إطار يعني واحد مخطط استراتيجي لتنمية الأقاليم، وأن وزارة التربية الوطنية هي صاحبة المشروع. وقال بأن يعني مجرد سقف قاعة واحدة هو الذي انهار وليس الثانوية بكاملها، وأشار إلى أن مهندسة معمارية هي من تشرف على المشروع ومختبر ومهندس طبوغرافي متعاقدين يعني مع وملتزمين مع الأكاديمية الجهوية بالقنيطرة. سؤال، واش فقط قسم اللي طاح وانهار ولا الثانوية بكاملها؟ بالدارجة زعما راه غير قسم واحد هو اللي طاح، ولكن راسي هذاك القسم راه جزء لا يتجزأ من ثانوية ككل ومن هدر للمال العام. يعني نحمد الله أن هذا يعني هذه الثانوية انهارت قبل بدايتها، فماذا لو انهارت على الأطر التعليمية وعلى التلاميذ يعني بعد إنجازها؟ أمر غير مقبول يعني بشتى الأوصاف. الخبر الثالث يعني وهو يعني نبتعد عن هدر المال لندخل يعني خبر صحي يعني عن انتشار هذا الفيروس المسمى كورونا. أن هذا الفيروس انطلق من أحد أسواق بيع السمك بمدينة ووهان وسط الصين قبل أن ينتقل إلى العاصمة بكين والمدينة العملاقة شنغهاي التي تضم 13 مليون نسمة.
بعد ذلك انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وهو في طور انتشار لباقي دول العالم، يعني هذه الفيروسات التي تظهر وتختفي وأصبحت هي البعبع الذي يهدد المواطنين في شتى بلاد العالم، يعني فقط للتعرف على أعراضه. حسب الخبراء يقال بأن هناك صعوبة في التنفس من الأعراض، يعني التي تظهر صعوبة في التنفس وسعال حاد وحرارة مرتفعة، بالإضافة إلى أنه فيروس معدي ويسبب مرضا شديدا في الرئة. وحسب المختصين أن طريقة الحماية تكمن يعني في غسل اليدين، يعني تغسل يدك لمدة دقيقة كاملة بطبيعة الحال بالصابون كعملية احترازية، وعدم لمس يعني الأعين أو الفم بأياد غير مغسولة، مع تجنب من طبيعة الحال عملية المصافحة سواء باليد أو بالوجه، لأن هذا الفيروس ينتقل بسرعة شديدة جدا. وتل دابا ما كاين لا دواء لهذا الفيروس سوى هذه العمليات الاحترازية، يعني ما كاين شي دواء، فقط هناك عمليات احترازية. المغرب بدأ يعني في هذه في عمليات احترازية وعمليات المراقبة من خلال المطارات، ويعني كفعل توعوي من خلال العديد من المواقع والنشرات، يعني في تعريف المواطن على خطورة هذا الفيروس الذي بدأ ينتشر انتشارا كبيرا عبر دول العالم. سنعود لهذا الموضوع لأن هناك يعني في كثير من الأحيان يتم تهويل الأمر وخلق فيروسات يعني من أجل يعني بيع مزيد من الأدوية لدول العالم الثالث. يعني نتمنى أن لا تكون الحال هذه المرة على هذه الشاكلة، يتم استغلال يعني وخوف وهلع الملايين من الناس لشراء هذه الحقن وهذه الفاكسان كعملية احترازية، في حين أن الأمر لا يعدم أن يكون مجرد يعني غطاء لجني مزيد من الأرباح من طرف الشركات المتعددة الجنسيات والتي تتقن هذه الحملات الإعلامية، وتتقن كذلك يعني عبر فيديوهات ومواضيع ويعني ما إلى ذلك. لذلك يمكن أن نرى الأمر أو هذا الفيروس بوجهين، وجه من يتساقطون يوميا من الضحايا، ووجه الشركات المتعددة الجنسيات التي تسعى لمزيد من الأرباح ولو على حساب المواطن يعني البسيط والفقير. إلى هنا نقطع على نهاية هذه الحلقة، ولكن لابد أن أشير، يسرنا يعني تفاعلكم الكبير، يسرنا من يراسلنا في اقتراح بعض المواضيع أو في المساهمة في إنجازها، ما عندناش مشكل، أو كذلك في مجموعة من الأخبار اليقينية والتي تكون ذات منفعة سواء في عالم الفن أو السياسة أو حتى في مواضيع اجتماعية نغفل عنها بين الحين والآخر، يعني نكون سعداء يعني في فتح هذا باب التواصل بيننا وبين المشاهد الكريم. كان معكم عبد الله الثورة، إلى لقاء متجدد على قناة المشاهد تيفي تحت شعار المواطن يصنع الخبر. لكم كل المنى، وأسعد الله أوقاتكم، وإلى لقاء وفرصة قريبة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.